الله وبركاته. Welcome to the Tuesday webinar by the Franchise Talk. For this month, our theme in this webinar is the role of the franchise associations for the franchisor and the franchisee. It is one of the highest topics to be able to understand what the franchise associations are there going to support the franchisor and the franchisee. Therefore, today, we have an excellent speakers that they're going to explain the role of and the support of the franchisee associations and to provide to their members. Kindly welcome with me, Ms. Salma Motar Al Mansouri, the director in charge for Emirates Associations for Franchise Development. Ms. Salma Mansouri, ya marhaba wa sahla. Ms. Salma. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحن طبعا على الشكر الكريم لنا كرابطه الامارات لتنميه الفرنشايز، وان شاء الله نكون قادرين نساعد في تعريف الناس عن دور رابطه الامارات لتنميه الفرنشايز خلال هذا البرزنتيشن. ثانك يو سلمى. And also kindly welcome with me دكتور حاتم زكي. Secretary General of World Franchise Councils, Doctor, all the way from Egypt. We would like to thank you very much for attending this webinar today. You're on the mute, Mr. Hatem. You're on the mute. Ma nasma'ak. You're on the mute. Samad, yes, sir. Now. Yes, yes. Please. Good evening. Thank you for hosting this webinar. Pleased to be with you today. And I'm looking forward to continue this webinar. Inshallah ta'ala. As we explained in the beginning, today we are talking about the role of the franchise associations for the franchisor and franchisee. As we said, we have Ms. Salma Al Mansouri, the director in charge for Emirates Association for Franchise Development, one of the associations being created and developed here in United Arab Emirates to look after all the franchisor and franchisee. Therefore, I think Ms. Salma, she's going to share with us the presentations she's going to show us and explain to us what exactly that franchise associations, their role and their responsibilities and what exactly they do. Ms. Salma Al-Mansouri, يعني نشكرك على مرة أخرى على انضمامك وإن شاء الله تعالى احنا everybody looking forward ان نطلع الى اهميه هذه رابطه الامارات لتنميه الفرنشايز وما هي دورها وما تعملها في وجهودها في تفعيل وصناعه الفرنشايز. الميكروفون لك اخت سلمى المنصوري، تفضلي. تسلم استاذ جاسم. بدايه الفرنشايز طبعا مثل ما انتم عارفين قطاع الفرنشايز هو قطاع استثماري واسع وعالمي، وهذا القطاع طبعا منظم تحت روابط الفرنشايز العالميه. هذا القطاع مثل ما احنا عارفين مثل التجاره العالميه موجود منظمه عالميه تنظمها هي دبليو تي او. ايضا روابط الفرنشايز العالميه يجمع ما بينها مجلس الفرنشايز العالمي اللي هو دبليو اف سي، وتتعاون طبعا هذه الروابط فيما بينها في عمليه ضمان الممارسات السليمه لهذا القطاع، وايضا شركاتها تكون اللي تحت عضويتها تتيح معلومات كافيه وصحيحه عن شركات الفرنشايز منعا لاي ممارسات سلبيه. طبعا من خلال السلايدات احنا بنتكلم عن رابطه الامارات لتنميه الفرنشايز، متى تاسست، اهم الاهداف الاستراتيجيه اللي موجوده فيها، عن العضويه، عن طريق اهم الخدمات الموجوده، شو النظام الاساسي لرابطه الامارات لتنميه الفرنشايز. رابطه الامارات هي منظمه غير ربحيه تاسست في 2015، وهذه الرابطه كان بتعاون طبعا مع اخواننا جمعيه الفرنشايز المصريه. في 2016 تقدمنا للانضمام باوراق رسميه للانضمام لرابطه الفرنشايز العالميه، وحصلنا على العضويه كامله في 2017، وكان لنا الشرف ان نحضر اول اجتماع لنا في 2018، وكان في موسكو في يونيو ويوليو. ايضا في نفس السنه تقدمنا باوراق ننضم لمجلس الفرنشايز الاسيوي، وكان في 2018 وحصلنا على التصويت في هذا الموضوع ايضا في 2018، وبذلك احنا اصبحنا عضويه مسجله عالميا
في أكبر منظمات داعمة للفرنشايز. وكان لنا أيضا الشرف أن في 2019 أن استضفنا لأول مرة أحد اجتماعات مجلس الفرنشايز العالمي بالإضافة إلى اجتماع الاي بي اف سي. أهم القيم اللي إحنا ركزنا عليها والأسباب الرئيسية اللي خلتنا نقوم بعملية تأسيس هذه الرابطة أن الرابطة ممكن نكس سلايد. أهم الأشياء أن إحنا كنا مركزين عليها نكست أن موضوع التنوع الاقتصادي الفرنشايز في الإمارات أو هاي الرابطة لم تأتي اعتباطاً وإنما أتت لأهداف محددة. أهم هاي الأهداف أن الاهتمام بفرص الفرنشايز في المشاريع الصغيرة المتوسطة لدعم رواد العمال الإماراتيين، ويكون في تركيز على قطاعات جديدة مثل قطاع الصناعة، قطاع الصحة، قطاع التعليم، ونحاول نقلل التركيز على القطاعات المشبعة واللي ما يخفى عليكم هو قطاع أكثر الفود والبيفرج. طبعاً إحنا من أهدافنا بعد أن نوسع هذه الشبكة، شبكة الاتصال اللي تسهم أن نساعد أن برانداتنا المحلية أنها ممكن أنها تبرز وتتوسع بشكل رأسي وأفقي خارج الدولة، ونأهلها في أنها تتحول من براندات إلى نظام الفرنشايز العالمي. حققنا طبعاً من أهدافنا أيضاً الاستراتيجية أن حققنا تحالفات استراتيجية كبيرة داخلياً وخارجياً، وهذا كله سعياً مننا أن ندعم هذه المنظومة الناجحة. أنتوا على معرفة وعلى دراية أن التحديات اللي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات كبيرة، من ضمنها الخبرة الغير كافية. فنظام الفرنشايز يعتبر من الأنظمة اللي ممكن تساهم بشكل كبير أنها تقوم أو تدعم قدرات صاحب الرائد الأعمال، وأنه ممكن يكون في منظومة من الأول أنها منظومة ناجحة وهي نظام الفرنشايز. طبعاً من ضمن أهدافنا أيضاً الاستراتيجية أن نساعد هذه البراندات أنها يتم تمويلها بشكل مباشر عن طريق صناديق حكومية، سواء صندوق الشيخ خليفة أو صندوق محمد بن راشد والصناديق الموجودة في الدولة. وفعلا عندنا برنامج حقيقي في هذا الموضوع. احنا شغالين مع صندوق الشيخ خليفة على دعم 10 براندات كانت في 2019، وكان من خلال شركات استشارية مسجلة عندنا ومعتمدة كرابطة الإمارات لتنمية الفرنشايز. خلونا اليوم نروح بعد لموضوع العضوية، عضوية الرابطة. Ms. Salma, do you want us to move to the next slide, look like? The slide that واضحة ولا نغير؟ Okay. One more slide. Okay. Yes, here, the membership. Go back, please. العضوية الرابطة لابد أن يكون صاحب الشخص اللي تقدم لعضوية الرابطة عنده شهادة حسن سير وسلوك، ويكون موقع على تعهد بأن ليس لديه أي إحكام مخلة بالشرف أو الأمانة. طبعاً يتقدم بكتاب رسمي، هذا الكتاب يتم عرضه على مجلس إدارة الرابطة، ويتم الموافقة بقبول هذا العضو أو بعدم قبوله حسب قرار مجلس إدارة الرابطة. طبعاً لابد أنه يلتزم بوثيقة السلوكيات الخاصة برابطة الإمارات لتنمية الفرنشايز، ويتعهد بموضوع التعاون والتنسيق بالشكل الذي يضمن الممارسة الصحيحة لعمله كعضو في رابطة الإمارات. طبعاً في عندنا 3 أنواع من العضويات. الرابطة عضويات، عندنا 3 أنواع من العضويات. العضوية التأسيسية وهي عضوية مجلس إدارة الرابطة، وعندنا عضوية انتسابية وهو الشخص الذي مثل ما قلنا يتقدم للانتساب للعضوية ويأخذ موافقة بقرار من مجلس الإدارة، سواء كان هذا الشخص أو كان جهة اعتبارية. في عضوية فخرية تمنح لمن للشخص الذي يقدم خدمات مميزة لدعم وتطوير أعمال وأنشطة الفرنشايز في الدولة، سواء كانت هاي الخدمات مادية أو معنوية، وتسهم في النهوض بأعمال وأنشطة الفرنشايز. متى تسقط هذه العضوية؟ طبعاً في حالة الاستقالة أو انسحاب أحد الأعضاء من العضوية.
ممكن انه يطرش خطاب اختار للرابطه ويبلغهم برغبته في الانسحاب عن عضويه الرابطه، وقد او لو سمح الله في حاله الوفاه، وفي حالات اخرى تسحب منه العضويه في حاله اذا ثبت على هذا الشخص انه قام او لحق الضرر المادي او الادبي الجسيم بالرابطه، او استغل انضمامه للرابطه لاغراض شخصيه قد تضر بالرابطه. طبعا سواء انضمامه للرابطه او زوال صفه العضويه في الرابطه، القرار يكون من مجلس الاداره، يتضمن بيان يقر بان هذا الشخص تم ازاله عضويته وشو اسباب ازاله العضويه، ويتم اختاره خلال 15 يوم من تاريخ صدور هذا القرار. اهم الخدمات او الأنشطة اللي تقوم فيها الرابطة حقيقة، إحنا مركزين على عدد من المحاور، وأهم المحاور بالنسبة لنا هو محور تعظيم القيمة لشركات الفرنشايز المسجلة في رابطة الإمارات لتنمية الفرنشايز. مجرد أن العضو في الرابطة مجرد أنه هو عضو في الرابطة معناها أنه هو ارتبط بشبكة الفرنشايز العالمية وعنده اطلاع كامل وهائل على المعلومات والمعرفة الإدارة الخاصة بالفرنشايز. على سبيل المثال اليوم احنا قاعدين يعني في ضرر كبير لقطاع الأعمال بشكل عام، وقطاع الفرنشايز من القطاعات اللي تضررت في كوفيد 19. اليوم احنا في مشاركة ما بيننا كروابط فرنشايز عالمية، روابط فرنشايز العالمية انا ما بتكلم فيها لان الدكتور حاتم هو بيسترسل فيها، لكن احنا هاي الشبكة انت تتكلم عن 47 رابطة، فلك تتصور كم المعلومات الهائلة والممارسات والخبرات الموجودة عند هذه الروابط. خذ في ذلك أن كثير من هذه الروابط تسبقنا بسنوات، يعني في 20 سنة و30 سنة، فمتخيل تراكم الخبرة الموجودة عند هاي الروابط. مجرد العضو ما يكون عندنا موجود أو مسجل في الرابطة هو مؤهل أنه يطلع على هذه المعلومات. اليوم في قرار من مجلس الشيوخ الأمريكي رفعته رابطة الفرنشايز الأمريكية الـ IFA، منظمة عريضة قدموها أعضاء الفرنشايز أعضاء رابطة الـ IFA، يطالبون الكونغرس بأن يتم في عملية الدعم. هم في حزمة دعم كان مقدم، وكان من شروط الدعم أن الشركات اللي فقدت 50% من إيراداتها هي اللي ينطبق عليها القانون. فرفعوا عريضة أن ليش ما يكون إلى من 25 إلى 50% من الشركات اللي هامش ربحها انخفض لهذا المستوى تدخل في منظومة هذا الدعم. القصد من هذا أن في بعض الروابط استوت لوبي قوي، قادرة أنها تدعم أعضاها، قادرة تتكلم عن أصوات عن أعضاها بصوت عالي، وهذا اللي إن شاء الله نحن نسعى إلى عمله. أضف إلى ذلك أن أنت في دعم ومساندة تسويقية أصلاً للفرنشايز اللي الفرنشايز الأعضاء المنضمين إلينا عن طريق صفحات الإنترنت، صفحة الرابطة الخاصة بالرابطة، أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أو عن طريق أنه ممكن يشارك في المعارض الموجودة داخل الدولة وخارج الدولة بتكلفة طبعاً منخفضة. نساعده أصلاً في نقدم له طبعاً استشارات ونصح حول تأسيسه لشركة الفرنشايز. بعد نساعده في دراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه شركات الفرنشايز ونعمل على معالجتها مع الجهات المختصة، مناقشة القوانين والإجراءات التي تنظم التجارة والاستثمار وأثرها أيضاً على الفرنشايز. نقوم بجهود كبيرة في إيجاد طبعاً فرنشايز إماراتي، نحاول ندعمه في أنه يتوسع بشكل أفقي ورأسي مثل ما قلنا، وأنه هي راحت كثير في السلايدات لو ترجع شوي باك. Go back please Mary. من أهم أيضاً المحاور أن نساعد أيضاً في أن يحصل، يعني يقدر أن عن طريق المنصات الخاصة فينا أن يقوم بشراء أو بيع فرانشايز بطريقة سليمة، ونساعده أن يتحول من
براندنج الى فرانشايز بمنظومه صحيحه عن طريق الشركات الاستشاريه ايضا اللي المسجله عندنا. اهم المحاور ايضا اللي احنا مركزين عليها محور الحمايه وفض المنازعات. اليوم الرابطه لديها نظام لفض المنازعات بين الاعضاء، وهو عباره عن لجنه فنيه مقتدره قانونيا وفنيا، وهي تقوم بنظام الرقيب، وايضا تقوم بمراقبه مهام التحكيم حسب الانظمه المتبعه في التحكيم التجاري. التزام العضو بوثيقه السلوكيات من اهم شروط العضويه، وتفرض عليه أنه يلتزم بكل بنود هذه الوثيقة. طبعاً الرابطة هي أصلاً مثل ما قلنا هي الكيان اللي يجمع هذه الشركات، وهذا الكيان يعني هذا الكيان ممكن أن يعني هاي الشركات ممكن تتعاون مع بعضها البعض في حل مشاكل هذا الفرنشايز والدفاع عن مصالحه لدى الجهات الحكومية. طبعاً الرابطة تمثل مصالح أعضائها لدى الجهات الحكومية للتأكد من أن القوانين والأنظمة المعمول بها لا تحد من قدرة الأعضاء على تنمية أعمالها. بنتكلم عن النظام الأساسي للرابطة، هو يعتمد على أربع فصول حقيقية أو أربع فصول رئيسية. ممكن سوي بعض ماري. Okay. Mary, go back, please, one slide. Also one? Yes, this is. Okay. محاور الوثيقة هم أربعة: التزامات الأعضاء والإفصاح والسرية وتسوية النزاعات. وثيقة السلوكيات بالنسبة للرابطة هي قوة القانون بالنسبة لأعضاء الرابطة، وهي تعتبر التزام من جانب مالك الفرنشايز والممنوح له الفرنشايز بمسؤوليات التعاقد ما بينهم، بما يحقق الممارسة السليمة والعادلة للطرفين، ويؤكد على رعاية طبعاً للرابطة لمنظومة الفرنشايز بالدولة، والدليل على تعتبر أيضاً هي الإطار الوحيد المنظم للفرنشايز بالدولة والمعترف به من مجلس الفرنشايز العالمي. هاي الوثيقة من تستهدف؟ هاي الوثيقة تستهدف كل أعضاء الرابطة قبل قبوله لعضويته في موافقة كتابية يلتزم أنه يوقع عليها ويلتزم بها ويطبقها فعليا. يتعهد طبعا جميع أعضاء الرابطة بجميع النصوص الموجودة بهذه الوثيقة، وفي حالة ممارسة لأي مخالفة لهذه الوثيقة يعتبر مخالفة لشروط العضوية نفسها. أيضا العضو يلتزم بأي تعديلات أو تغييرات تطرأ على هذه الوثيقة، ويتم إصدارها رسمياً ونشرها عن طريق واسطة الرابطة. طبعاً يلتزم طبعاً أيضاً مانح الفرنشايز بأن يعطي معلومات حقيقية لمنوح له الفرنشايز، وذلك لتحقيق الأمانة والشفافية وأخذ القرارات الصحيحة بأنه يمشي في موضوع الفرنشايز أو لا. طبعاً لا يجوز تقليد. Ms. Salma, can we speed because we have another 5 minutes, if you don't mind? Okay. طبعا لا يجوز تقليد أي علامة تجارية أو اسم تجاري أو شعار من الشعارات. طبعا من أهم هذه الأشياء أنك أنت من خلال التزام الأعضاء أنك أنت اليوم يجب على كل الشركات المانحة الامتياز يكون عندها تاريخ معقول في ممارسة أعمال الفرنشايز، قد تكون من 3 إلى 5 سنوات. ذلك قبل أنها تبدأ في تأسيس شبكة الامتياز الخاصة فيها. يجب على أيضاً مانح الامتياز أن يوفر المعلومات التدريب المناسب ليلتزم باستمرار في تقديم المساعدة التجارية والفنية طول فترة العقد نفسه. مانح الامتياز أيضاً لازم يكون هو مالك للعلامة التجارية والاسم التجاري، ويملك حق القانون لاستخدام هذه العلامة التجارية قبل ما يبدأ أو يشرع في عملية التعاقدات. لابد أنه يمكن مان الممنوح للامتياز أن إعطائه معلومات حقيقية أو نسخة عن قواعد العمل الخاصة بالمؤسسة، ويزوده أيضاً بمستند الإفصاح كتابياً ويكون دقيق وكامل. هذا المستند لابد أن يكون فيه إشارة له أيضاً في عقد الامتياز يثبت أن هاي المعلومات الواردة فيه بعد صحيحة ودقيقة. السرية لابد أن يكون طبعاً بند السرية لازم يكون واضح من الطرفين، أن كل الطرفين
يقر الأعضاء بكافة المعلومات المقدمة في هذا التفاوض، ولا يجوز لأي واحد منهم أن يعني يعلن أو يفصح عن هذه المعلومات من غير ما يكون في اتفاق كتابي مسبق ما بينهم. موضوع أيضا تسوية النزاعات، احنا نقول دائما ان لازم يكون في روح الشراكة الإيجابية بين طرفي اصحاب الامتياز، ان المانح لابد يعطي فرصة للممنوح له عن طريق التواصل المباشر معه، يتفاوض معه بشكل عادل ومنصف، ثم يقوم بإعطائه اختار كتابي يعني يعلمه اي خرق تعاقدي حصل منه، وبعد ذلك يمنحها مهلة يعني معقولة لمعالجة هذا الخلل. ولا يجوز اللجوء إلى التحكيم أو الجهة القضائية ذات الاختصاص إلا بعد فشل كل المحاولات في ذلك. طبعاً في نقطة الإفصاح إحنا نركز على أن الإفصاح لازم يكون من الجانبين. طبعاً مستند الإفصاح في كثير من الناس ما تركز عليه لما تدخل في منظومة الفرنشايز، أن مستند الإفصاح هو مستند يعطيك القرار النهائي، هل أنا أستمر في إجراءات إني أشتري فرانشايز أو يعني ما أستمر في هالجزئية. فهني لابد أن تكون المعلومات شفافة من الطرفين، لازم يكون عنده تعرف شو هي الملاءة المالية الموجودة عند المانح للفرانشايز، هل موجودة عنده عليه قضايا في المحاكم، هل تعرض لعملية إفلاس ولا حراسة قضائية أو تصفية، هل هالأمور هاي يكون معها يعني يكون في بعد إفصاح مالي. هذا الإفصاح المالي يكون قبلها ب 14 يوم من التعاقد النهائي بين المانح والممنوح للفرانشايز. طبعا في معلومات كثيرة يعني احنا خلال الرابطة عندها أنشطة كثيرة قاعدة تقوم بها داخل الدولة خارج الدولة، في معارض احنا شريك في معرض الفرانشايز العالمي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وإحنا أيضا شريك في معرض الفرنشايز العالمي الذي تنظمه غرفة عجمان، وفي عندنا كثير من الفعاليات اللي نشارك فيها، واليوم إحنا بعد شاركنا معاكم، وهذا الهدف منه أن نوعي أو نوسع معرفة الناس بنظام الفرنشايز ومدى فعاليته في تعزيز القدرة التنافسية لشركاتنا المحلية. طيب شكرا جزيلا سلمى المنصوري على هذا البريف، and I'm so happy and so glad that نحن في United Arab Emirates we start to have our own franchise associations that is يعني really putting us on the right track to develop the franchise industries in the proper way and we are so glad to hear from you what exactly the franchise associations in United Arab Emirates they are doing and they are trying to redevelop and putting everything together in term of legality and term of development and building the relationship between franchisor and franchisee in the proper way. So we are so happy, so glad to hear that, and we will inshallah we will have once Mr. Hatem he goes to through his presentation we will come back again to you Salma with different questions to understand more about the your associations, what exactly help the franchisor during this step. طبعاً right now, again, Dr. Hatem, welcome all the way from Egypt. So we are happy and glad to have you here. Mr. Dr. Hatem is the Secretary General of World Franchise Council. Dr. Hatem, we are everybody يعني looking forward to hear from you what exactly the World Franchise Council role and responsibilities and what exactly you guys doing and when's that been established. So the floor is with you, Doctor, and we are here glad to hear you. Thank you, Mr. Jassim. I'm sharing the presentation. I made a brief presentation. First, I'd like to introduce what is the World Franchise Council. The World Franchise Council, WFC, is... is not a business platform. It's an association or federation
for the franchise associations around the world. And you can see the website, www.worldfranchisecouncil.net. Please, if you would like to get more information about the franchise associations around the world, please visit our website. The World Franchise Council is a non-political federation of 46 national franchise associations from around the world, together with three supranational bodies, the Asia Pacific Franchise Federation, the European Franchise Federation, and the Ibero-American Franchise Federation. The WFC was formed in 1994, and the WFC is the global organization of franchise associations, supporting the development and protection of franchising and promoting a collective understanding of best practices in fair and ethical franchising worldwide. So our mandate is really big, and I'll give you a brief about what National Franchise Associations does for its members. So our 46 members has as their members, franchisors, franchisees, and consultants, lawyers, and other suppliers of goods or services for the franchise sector. Their board members comprise of franchisors and franchisees. So we have strict conditions for associations to join the WFC. And we have a code of ethics or code of conduct. You will find it on our website. It's not our topic today to discuss this, but it is important to know that we only promote ethical franchising, and we do lobby about ethical franchise conduct worldwide. To give you a brief about the scale we are talking about, more than 40,000 brands, global brands, are among our members, and 2.6 million businesses. Our typical franchise association, the national association, promotes franchise promotes the franchising model. So we defend franchising in promoting ethical standards and lobbying to protect business environment for franchising. So whenever there is a problem or a government act or sometimes workers' unions, financial institutions that wants to reform or does something to the franchise environment, we intervene. And you will find on our website many declarations about these practices. So we issue declarations, we try to educate the environment around us about ethical franchise conduct, and we try to self-regulate our franchise business so no one interferes and does something wrong to this beautiful and very well operating system. Also to educate the actors in the franchise arena. So we educate franchisors, franchisees, suppliers of goods and services to franchise companies. We also promote and help the development of our members. We provide information, which is crucial in this time, education, and very importantly, exchange the experience and best practices among our members. So as Salma said before, joining one franchise association means that you have access to all information around the world. This is the most important slide of today's talk. It's about what did we do? How did we react regard COVID-19? And how can we, what is our role to support franchisors and franchisees and suppliers as well?
I'll start with what we shared as best practice among our members, and how did we initially step in this situation. We started in as individual associations to disseminate information, and information at this at the start of pandemic was really good and crucial, because it was changing. No one understand well what is the pandemic, what is the available government support, how to use this government support. And of course, the day-to-day developments, for instance, at the Egyptian Franchise Association, EFDA, we created spontaneously a group on WhatsApp. We send messages day-to-day on the day-to-day development, or sometimes hour-by-hour development, to our members to understand what is to expect, how to operate, and is there a curfew? What is the time for curfew, and so on, and how to mitigate all the problems. So disseminating information at this time was really crucial. Also, talking about the restrictions that governments around the world built, and how to maintain the workforce of the franchise associations, for the businesses. And at that time, we started to have a weekly pandemic WFC meeting to discuss what happened and to learn from our associations that are in Asia, in China, what they did. And then when the pandemic moved to Europe, and then to the Middle East, and then to the Americas. So we kept learning from each other until the moment we had 12 meetings for the pandemic meetings at the WFC level. We shared hundreds of ideas and information and procedure manuals, guidelines among us, so we can be beneficial to our members. Another thing, we also provided the ways to conduct business remotely. So we helped our members on how to work from home, how to do it, if you are used to sell your products from the shop, what can you do to sell it online? And then we, each association started to send out to its members guidelines for business on safety, health, workforce, business, customers, everything about it. And we kept updating them with the new developments from different sources. Another category of intervention was, and it is very important, lobbying with governments. And because governments, most governments panicked because of this pandemic. And they didn't know what to do, how to react. We were a little bit lucky in Egypt because our government and central bank really were proactive and did excellent work, but in many other countries they didn't, and they started shutting down the economy very fast, and they thought that businesses should play their role or act their role in this pandemic, regardless of what is happening to the businesses itself. So lobbying with the government was very important, especially at the beginning of the pandemic. In terms, like in Egypt, for instance, there was a curfew, night curfew, and restaurants couldn't accept customers in their restaurants.
So what we did is we asked the government, and they were very fast to react and give us permission for the restaurants to operate on for home delivery, and then to allow the delivery 24/7 and exempted the delivery people from the curfew. And this kind of interventions boosted the business, of course, not like the previous levels, but it was also good. A similar intervention with the automotive industry, another one for the garments, especially during Eid and other festive seasons. So lobbying with the government consumed a lot of our efforts as franchise associations around the world. Another hot topic is resolving the problems between tenants and shopping mall owners and landlords. It's a big issue. And some countries really went as far as, you know, making resolutions and decrees of decreasing the rent, and other leave it for negotiation. And most of the franchise associations tried to gather information what countries, other countries did, and did it work or not. And I think we are doing well in this. Still a big problem, still not resolved in many places, because the uncertainty is just, you know, making it very hard to mitigate. The final point is how to minimize the supply chain interruption. And this was a huge problem in times of lockdown and curfews. So again, in Egypt, we have to work at a franchise association with the Federation of Chamber of Commerce and Industries, with the government, to make this as friendly as possible, and to avoid supply chain interruptions. And we had like daily phone calls with the government officials to allow the supply chain during curfew time to, and you know, they kept adding new exemptions. And this is what happened in many countries as well. Of course, governments refers to the franchise associations and business community, like Chamber of Commerce, to ask them of what is needed for the economy to go back. So they introduced, for instance, in Egypt, many positive initiatives, like the delaying paying of the taxes, and when the permits expires during lockdown, it is automatically extended. Also, they provided big financial incentives for businesses to continue. And nowadays, we have a presidential campaign to promote the national industries, the sale of national industries, with a direct subsidy of 12 billion Egyptian pounds. So all of these initiatives kept franchise associations very busy with governments to look after the welfare of the its members, who are diversified in nature. So we have restaurants, we have garments, we have services who are were effective affected dramatically, like in restaurants or spas or gym. So all of this made it very, you know, kept us very busy. Thank you, Doctor. I'm really so proud to hear that
All this kind of action is being taken during the COVID-19, where the and you know that will bring us to the point that there's a lot of people they think that an association doesn't do anything and there's no useful of the associations, because I'm sure some people will say, why I have to be a member of these associations? You know, I'm sure Dr. Hatem, a lot of people, they will ask you, why I have to be a member? What is my benefit? You're going to take me to the exhibition? I will go by myself, for example. But during COVID-19, I think the association gave a good example that if we are all of us under one umbrella of these associations, we can talk one voice. We can be one voice that we could solve the problem, we could share our problems, and we can bring it up to the government or whoever is responsible, like a Chamber of Commerce. They would take us and take our advice, our concern, our issues to the high level authorities to be able to take an action, like what you explained about COVID-19 regarding the home delivery. The road was closed, they didn't allow anybody to use the traffic, but thanks to the World Associations Council, our World Franchise Council, they did, I think, have excellent achievement by explaining to the government or to the authorities that the shutdown the business, it will really affect the business, but you came up with different solutions by allowing, let's say, the transportation 24 hours. At least there's this kind of business continuity is going on. So it is really useful to be a part of an associations such as even Emirates Association of Franchise. And I was trying to ask Ms. Salma Al-Mansouri, because there was a question being raised by a member about Emirates. Is there a fee for to be a part in the Emirates Association, Salma Al-Mansouri? هل هناك member في رسوم معينة واللي هي مجانية في الوقت الحالي؟ في الوقت الحالي أستاذ جاسم هي مجانية لأعضاء لأي شخص حاب إنه ينضم لأسرة رابط الإمارات. وهذا بهدف ان نشجع الناس انها تدخل في هذه المنظومه وتتعرف على الخدمات المقدمه من خلال الرابطه نفسها. ممتاز. طيب سلمى المنصوري، خلال فتره الكوفيد 19 هل كانت يعني رابطه الفرنشايز هي دور حقيقي فعلا لنقل تحديات قطاع الفرنشايز للجهات ذات الاختصاص، سواء كان غرفة تجارة أبو ظبي أو اتحاد الغرف؟ هل فعلا قمتوا بدور من 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 هذا الشأن؟ حقيقة بوزايد نعم، قطاع الفرنشايز مثل حال كثير من القطاعات الموجودة اللي تضررت خلال كوفيد-19. نعم. وكان في تقرير رفع لها بخصوص هذا الموضوع. أيضا كان عندنا دراسة مقدمة من أحد الشركات الاستشارية كانت تتكلم عن أثر التحديات اللي واجهت قطاع الفرنشايز خلال الفترة الطافة. طبعاً ما يخفى عليك أغلب التحديات اللي كانت تواجههم هي نفسها اللي تواجه القطاعات العامة، أن كان في إغلاق كلي، أنت مطالب بمصاريف تشغيلية معينة، رواتب عمال، إيجارات، بالإضافة أن عندك رسوم قاعد تدفعها، عندك كهرباء وماي. هاي الأمور كلها أثرت على قطاع الفرنشايز وعلى جميع القطاعات الموجودة في الدولة، بالإضافة أن موضوع العودة ثاني مرة أكيد أنها تكلفة كبيرة على جميع القطاعات، ومن ضمنها قطاع الفرنشايز. اليوم في إجراءات احترازية مطلوبة أنك تسويها عشان ترجع تفتح ثاني مرة. فهذه كلها التوصيات رفعت من ضمن التوصيات دعم المشاريع الصغيره المتوسطه. يعني قطاع الفرنشايز مثل ما احنا قلنا لك انه كان الهدف منه ان ندعم قطاع المشاريع الصغيره المتوسطه وندعم رواد الاعمال الاماراتيين في انه نحقق نوع من التنوع في سوق المحلي. ممتاز جدا، يعني هذه فرصه والدعوه لجميع المشاريع الاماراتيه ان ينضمون ويكونون بارت اوف
Emirates Association of Franchise Development. As you mentioned, Ms. Salma Al-Mansouri, it's a free membership at this stage of time. So it is very good benefit that everybody to be a part of it. Dr. Hatem, كان في سؤال يعني relating to the World Franchise Council, and you said if someone get to be a member with the World Franchise Council, he will be able to be a member in different associations if he is a member with World Franchise Council, because as you know, there are a lot of associations. They are European, Asian, Pacific, American, internationals. Now, World Franchise Council, if I am a member in World Franchise Council, is that will allow me to be a part of FDA, the franchise associations? Let me correct this. If you are a member in one of the WFC members association, then you will enjoy the whole chain. But as for the World Franchise Council, we only accept franchise associations. We don't deal with the individuals. Good. So our members are the franchise associations. WFC levels. So we are the big umbrella. And after the WFC, we have supranational associations like the European Franchise Federation and the Ibero-American Franchise Federation and the Asia-Pacific Franchise Federation and other individual associations as well. So if you are a member at any of these entities, then you will benefit from all the resources because we have we share our resources as franchise associations regularly, and we meet 2 times a year. And during these meetings, we have breakout groups, and we take some topics that we discuss, and usually they are about our members and the benefits that we can provide to our members. We also, as a group, support franchise events worldwide. You will also find it on our website, and we give for the members of the other WFC associations big discounts. So if you are a member at the FAT in UAE, you will be eligible for a big discount in the exhibition in Cairo or in Italy or wherever this event is taking place. Excellent. Ms. Salma Al-Mansouri, there was a question being asked by one of our participate. He mentioned, can you join individually or need to have a trade license? So usually your member, he should be a company that he has a trademark, or he can be a member individually. باسم الشخصي يعني. ممكن الثنتين يعني ممكن أنت تسجل في الرابطة كشخص أو كمنتج أو كشريك. Okay. So he can be. If he can be a part of it. طبعاً excellent. Dr. Hatem, يعني we are coming to the end of this today webinar, and as I'm explaining, and as I mentioned, I'm so excited that to have you here as well, Ms. Salma Al-Mansouri. Could you please, what kind of advice that you will try to give to both the franchisee and the franchisor during COVID-19 or after the COVID-19? Let's talk about after the COVID-19. COVID-19 is going to be ended, inshallah, very soon. We always pray and we always be positive that the vaccine, it will be come very soon. So after COVID-19, what kind of advice, or do you think the franchise industry is going to be changed in terms of relationship between franchise and franchisee after the COVID-19? Maybe what I'm trying to say, maybe the contract, the agreement, it will be
changes a little bit. It will be add the first major, because I will be very frankly with you, Mr. Dr. Hatem, today, right now, in the contract, there's a first major. And there's so many disputes right now happening, I can tell you and I can assure you. And did they will count COVID-19 first major or not? You know, so yeah. Maybe that will be applied on the franchise agreement. It's definitely a force majeure. It's a pandemic recognized by all the world. And, you know, my advice now for franchisors and franchisees, that desperate times needs desperate measures. And you cannot say during this year, you didn't, for the franchisee, you didn't achieve your target. And for the franchisee, they should understand also there was a supply chain interruption. And if they didn't receive the goods on time, this is normal. And they work together to survive. This year will be a game changer, of course. And as we see now, there is a big shift towards digitalization of everything. E-commerce, e-transactions, even in the government in Egypt, introduced this initiative to distribute point of sale for small merchants. We are a cash society, but everybody is forced to use digital money. Both government and people are really seeking now to a transformation to go digital. Even for the manuals, it is not now accept. You cannot accept to have a written manual in a book. It doesn't work. The environment changes very fast. So all manuals should be electronically, and the laws around the world should permit this. And I am sure we will have a lot of interesting topics and discussions after this year about what should we change in our laws and regulations regarding doing everything remotely. And as it was a challenging year for the businesses, it was a year of opportunities for other companies. For instance, people who worked with e-commerce and delivery and you know, cleaning and sanitization, all of their business boomed. And of course, people who their core business is IT, also their career was boosted. And not to mention the healthcare sector. And I can see now a huge transformation in this sector right now. And because of the COVID-19 and depreciation of the assets and stock exchanges in some countries and devaluation of currencies, it also creates huge opportunities for acquisitions and mergers. We see in our region, in the Middle East, very big opportunities. And I am sure it is available in many parts of the world as well. Thank you, Doctor. Salman Al-Mansouri, هل من كلمة أخيرة or last advice to your audience? What you advise them? شو تنصحينهم؟ يعني I'm sure تنصحينهم to be a part of your member of your associations, but if there is another kind of questions and advice, please. أكيد أني بنصحهم أنهم يكونون يسجلون في رابط الإمارات مثل فرانشايز, لكن مثل ما قال الدكتور حاتم, السنة هاي كانت سنة صعبة على الجميع, مش على بس قطاع الفرنشايز. وأعتقد أن في إجراءات احترازية كثيرة
طالبتنها الحكومة خلال الفترة الجاية، فالمفروض أن يكون عند قطاع الفرنشايز أو قطاع العمل بالكامل القدرة على أن نتواكب مع هذه التحديات أو مع هذه التغيرات السريعة اللي قاعدة تحصل. اليوم هو مطالب أن يكون أكثر سرعة لنفاذ الأسواق، اليوم هو مطلوب منه أن يتحول للإي كوميرس، التجارة الإلكترونية، أن يكون قادر أن يحافظ على القدر أكبر قدر ممكن من العمالة المدربة الجيدة عنده، لأن اليوم إحنا شايفين كثير من التسريح لعدد كثير من العمالة الموجودة. مطالب أيضاً أن مثل ما أنت قلت قانون عقود الفرنشايز لابد أن يكون فيها تعديلات كبيرة خلال الفترة القادمة تتواكب مع الوضع الحالي اللي حصل، فلابد يكون المانح للفرنشايز والممنوح للفرنشايز جاهزين لهذه التعديلات، ويكون لمصلحة الجميع، يعني مش لطرف من دون طرف، لا لجميع الأطراف في هذا العقد، ويكون هناك نوع من الدعم الحقيقي ما بينهم، لأن أتصور الفترة هذه فترة دعم، لابد أن الطرفين يدعمون بعضهم بالشكل اللي يساعد في أن نجتاز هذه الفترة بكل سلاسة وسهولة، ونقدر نرجع لأوضاع سوقنا السابقة يعني إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. سلمى، I have a question for you. سؤال طرح، إذا كانت العلامة التجارية من السعودية، هل ممكن أن يسجل تحت مظلة الفاد اللي هو Emirates Franchise Development؟ نعم، ممكن أن يسجل عندنا كعضو. ممتاز. ممتاز. ممتاز ممتاز، شكرا جزيلا. يعني في الختام at the end يعني before thanking everybody here and all the participants on my panel list, really the COVID-19, I believe there is a lot of positive outcome of it. Let's talk from a positively point of view. Yes, the business was being affected, but I'm sure the COVID-19 from the positive point of view, it helped a lot people, business people, a decision maker, business owner to rethink about their business, to restructure their cost, they restructure their legal term condition toward their franchisee and franchisor. And I'm sure during COVID-19 today and after COVID-19, there's a lot of changes going to happen from a legal point of view, from a supply chain point of view, from the cost point of view, and that will be one of the best outcome from COVID-19. And I'm sure the WFC, we will look into that, and they will come up with a report, inshallah, maybe during your next meetings, you're going to bring it up to all your member, and we need to come up with best practice or crisis management, let's put it this way. And we look forward, Dr. Hatem, inshallah, to see you in Dubai as well, in the global franchise market exhibitions. Inshallah, it's happening sometime in March 2021. And also, we would like to thank Ms. Salma Al-Mansouri. I will call you not the godfather, mom, godmom, that you are doing an excellent job to support the franchise knowledge and franchise industries and franchise development in the region, especially in the United Arab Emirates. It was so glad, so happy to have all of you here today. And at the end, I would like to say thank you very much for the organizers of the Tuesday webinar, which is it's coming part of the franchise talks, and it's happening every month, once a month in the second week of Tuesday. Till we meet you again, we'd like to thank you very much, everybody, and look forward, inshallah, to see you next month with another topics in terms of franchise development. Thank you very much, and this is Jassim Al-Bastaki. Goodbye.